بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل المركز الإعلامي بنقابة المحامين أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، وهي من الوسائل المستخدمة بشكل كبير في المحاكم المصرية. إيه هي الوسيلة دي؟ هي الخبرة، ندب خبير في الدعوة. ندب خبير في الدعوة ده نظمه قانون الإثبات في 27 مادة. يعني معنى كده إن هذه الوسيلة في الإثبات وسيلة مهمة وتعتمد عليها المحاكم اعتمادا كبيرا. المواد في قانون الإثبات من 135 ل 162 بتتحدث عن الخبرة. طيب هل المحكمة في حاجة للخبرة دي؟ يعني المحاكم في حاجة إلى هذه الوسيلة؟ نعم، في بعض القضايا لابد فيها من الاستعانة بالخبرة. في أمور زي الأمور الطبية أو الزراعة أو الهندسة أو المحاسبة، كل دي حاجات بتخرج عن نطاق اختصاص القاضي أو يعني علمه الدقيق، فلابد فيها أن يستعين بأهل الخبرة من هؤلاء. طيب هل يجوز لأي خصم في الدعوة أن يطلب ندب خبير؟ نعم، من حق أي خصم أن يطلب من المحكمة ندب خبير، بس المحكمة لها أن تقبل ولها أن ترفض، هي التي تقدر الحاجة إلى هذه الوسيلة في الإثبات. لكن هناك بعض المسائل التي يجب على المحكمة أن تندب فيها خبير. إيه هي بقى؟ إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، يعني هيتكلم في حاجة لا يمكن أن تصل إلى فهمها المحكمة أو الإلمام بها إلا عن طريق الخبير، فهنا في الحالة دي لابد أن تستجيب المحكمة لندب الخبير. كمان في مثلا اقتسام المال الشائع بين الورثة، هذه من الأمور التي تتطلب خبير لتحديد معالم التركة وبحث هل يمكن تقسيمها من عدمه ونصيب كل وارث وهكذا. كمان لازم نعرف انه في الاحكام التمهيديه، طبعا الخبير عشان المحكمه تندب خبير بتضع له خط سير، يعني بتطلع حكم تمهيدي تقول له يا خبير انت هتبحث 1 2 3 4 بمنتهى الدقه. يبقى في الحاله دي لابد ان يلتزم الخبير بما تحدده المحكمة في الحكم الايه؟ التمهيدي. طيب من ضمن الامور اللي احنا كلنا بنشوفها في الاحكام التمهيدية بندب خبير انه يمنح الخبير الحق في سماع شهود بدون حلف اليمين. السؤال اذا استمع الخبير الى الشهود يعني استفاد من هذا الحق التي منحته له المحكمة، هل هذا يمنع الخصوم بعد ذلك من أنهم يطلبون إحالة الدعوة للتحقيق؟ ده سؤال. لا طبعا يجوز بعد الخبير أن تطلب إحالة الدعوة للتحقيق، لأن سماع الشهود من الخبير كان بدون حلف يمين، بالتالي هذا لا يمنع من سماع الشهود مرة أخرى. طبعا هيسمعون بقى بنظام المحكمة بإحالة الدعوة للتحقيق عن طريق المحكمة مش عن طريق الخبير، لأن سماع الشهود عند الخبير هو استرشادي، يعني حاجة ما هيش بيبنى عليها تأسيس الحكم فيما بعد زي إحالة الدعوة للتحقيق وسماع الشهود عن طريق المحكمة. طيب سؤال بقى مهم جدا وعايزين نركز قوي في الحتة دي بصراحة، هل يجوز الطعن بالبطلان على تقرير الخبير؟ السؤال مرة أخرى، هل يجوز الطعن بالبطلان على تقرير الخبير؟ نعم يجوز الطعن بالبطلان على تقرير الخبير، لكن هذا بطلان نسبي ليس متعلقا بالنظام العام. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك
مركزتش وبحثت الموضوع كويس وطعنت بالبطلان، المحكمة تتغاضى عن أي حاجة تثبت هذا البطلان. المحكمة مش هتبص على دي إلا إذا حضرتك طعنت بالبطلان على تقرير الخبير. طيب ده يقودنا لنقطة مهمة جدا، إيه هي الحالات اللي يمكن فيها اعتبار تقرير الخبير باطل؟ يعني أنا دلوقتي قريت تقرير الخبير وعايز أطعن عليه بالبطلان، إيه هي بقى الحالات اللي تديني الحق إن أنا أطعن عليه بالبطلان؟ وطبعا البطلان ده يعني فيه عيب جوهري شابه الإجراءات اللي قام بها الخبير. أنا جمعتهم بصراحة اللي هي الحالات دي في 12 حال، هقولهم بسرعة لأنهم مهمين جميعا. أول حاجة عدم التوقيع على التقرير من اللجنة اللي باشرت المأمورية، يعني الناس اللي قاموا بالمأمورية الخبراء إن كان واحد أو اثنين أو أكثر لازم يوقعوا إن هم اللي باشروا المأمورية دي. طب افرض ما فيش توقيع من اللجنة دي، يعتبر هذا يمنح الحق في الدفع ببطلان تقرير الخبير. النقطة الثانية خلو التقرير من الدليل على ان الخبراء اللي بشروا المأمورية هم بذاتهم اللي أبدوا رأيهم الفني فيه، يعني لازم اللي حطوا التقرير وبحثوه يثبتوا لنا ان هم اللي قاموا بيه، ما ينفعش الناس تانية تمضلهم او ناس تانية تشير الى التقرير. ثالث حاجة عدم دعوة احد الخصوم للحضور بخطابات مسجلة، يعني معنى كده ان الخبير ملزم باعلان الخصوم في الدعوة اللي قدامه بخطابات مسجلة. طب هو يعني هو بعد الجواب يعرف ازاي؟ في ادارة في كل مكتب خبراء من الموظفين هي التي تقوم على ارسال الخطابات المسجلة. لو واحد قال لا انا ما جاليش جواب من الخبير، ده موضوع خطير جدا. لكن للأسف بقى دي نقطة برضه هتكلم فيها في الآخر لكن هشير إليها بسرعة، أغلب خطابات الخبراء اللي بتيجي عن طريق البريد يا إما ما بتوصلش يا إما بتوصل بعد الميعاد، وده موضوع في منتهى الخطورة هنتكلم فيه تفصيلا بعد كده. كمان من النقاط التي تمنح الحق في الطعن بالبطلان على تقرير الخبير مباشرة المأمورية من غير ذات الاختصاص. يعني ايه؟ يعني الخبير من المفترض انه خبير محاسبة، نفاجأ ان اللي قام بالمأمورية خبير زراعي او خبير مفترض انه مهندس يكون بيها مهندس متخصص في المباني مثلا، ونلاقي اللي قام بيها محاسب خبير محاسبة. في هذه الحالات يعتبر بيمنح الحق في الطعن بالبطلان على تقرير الخبير. طيب كمان من ضمن الحاجات التي تمنح هذا الحق عدم تنفيذ الخبير لأحد البنود الواردة في الحكم التمهيدي. القاضي زي ما اتفقنا بيحدد للخبير في الحكم التمهيدي مطلوب منك 1 2 3 4، فعلى الخبير أن ينفذ ما ورد في الحكم التمهيدي بمنتهى الدقة. طيب افرض اغفل نقطة المحكمة طلبتها منه، هذا يعطي الحق في الدفع بالبطلان على تقرير الخبير. طيب افرض نفذ اللي جه في الحكم التمهيدي واضاف من عنده بند لم تطلبه المحكمة، هذا يعطيك الحق في الطعن بالبطلان على تقرير الخبير. كمان لابد ان يراعي الخبير المسافة في المواعيد، يعني القانون قال إذا كانت المسافة قد كده المفروض تدي له فرصة أنه يجي، هتعلن أنت في القاهرة وهتعلن واحد في أسوان للحضور، ما تقولش ما تتصلوش تقول له بكرة، هيجي لك إزاي بكرة؟ فلابد أن يراعي الخبير مواعيد المسافة عند تحديد نظر المأمورية المكلف بها. كمان لو الخبير غير الميعاد موعد نظر المأمورية لابد أن يخطر الخصوم، يعني هو كان ناوي يشتغلها بكرة وبعدين راح مأجلها اليوم الحد، لا لازم تخطر الخصوم بهذا التعديل أو التغيير في الميعاد. كمان لازم يدي الخصوم الوقت الكافي عشان
يجهزوا دفاعهم ويمنحوا لأنفسهم الفرصة في تحضير مستنداتهم. الخبير مقيد بالحكم التمهيدي في بحث أمور فنية وليست قانونية. بمعنى إيه؟ يعني هو ما يجيش يقول له إن ده يستحق وفقا للمادة كذا من القانون، لا، مالكش دعوة بالقانون، المحكمة هي المنوط بيها تحديد هذه الأمور التي ينطبق عليها القانون والنصوص أم لا، ولكن أنت كخبير ملتزم بالأمور المتعلقة بالمسائل الفنية التي تخرج عن فهم ووعي المحكمة أو الخصوم أو الناس العاديين. الخبير لو عايز يعني حتة أخطأ فيها أو عايز يغيرها، ما ينفعش بقى يقعد يشطب ويضيف ويأخر، ما ينفعش، لأن التقرير نفسه ده ورقة مهمة لازم ينتبه إلى أنها ممكن يطعن على جزء فيما هو مكتوب بالتزوير، فلا بد أن تكون ما كتبه، لابد أن يكون ما كتبه الخبير واضحا ومحددا، ومن الأفضل ألا يكون فيه طمس أو تعديل أو إضافة أو هذا الكلام. كمان آخر نقطة بقى، يعني طولنا في النقطة دي لكن مهم جدا أن احنا نعرف وسائل أو طرق الطعن أو أسباب الطعن على تقرير الخبير. يجب عندما يذكر الخبير في النتيجة بتاعته أنه انتهى لكذا وكذا وكذا، لازم يستند في ذلك إلى إثبات. يعني فاش يقول أنا من وجهة نظري كذا، لا، أنت لازم تقول كذا عشان الدليل على كذا كذا، والدليل على كده ممكن يبقى من أقوال الخصوم، ممكن يكون من المستندات، ممكن يكون من خلال المعاينة اللي قام بيها، ممكن يكون من المقاسات اللي خدها، ممكن يكون من العملية الحسابية اللي أجراها. كل الكلام ده هو الذي يبني الخبير عليه تقريره المفصل الواضح الدقيق أمام المحكمة. طيب، كيف تباشر كمحام الدعوة أمام الخبير؟ حضرتك بقى دورك إيه عندما تقرر المحكمة ندب خبير؟ أول نقطة حضرتك لازم تهتم، طبعا ندب خبير ده يعني القضية بقت الفوق، يعني كسبك للقضية أو خسارة القضية في الحتة دي، في الركن ده بتاع الخبير ده، فلازم ندي قمة الاهتمام بندب الخبير. طب تعمل إيه بقى كمحامي؟ أول حاجة يجب أن تقرأ الحكم التمهيدي بمنتهى الدقة والعناية، وأن تعرف ما تطلبه المحكمة من الخبير. يعني مثلا في الحكم التمهيدي القاضي يقول له الانتقال إلى عين النزاع وبيان وضع اليد ومدته وسنده وتاريخ وضع اليد وتسلسل الملكية، كل نقطة من دول لابد أن تدرك أن الخبير سيبحثها ويرد عليها في تقريره. طيب، هيرد عليها كده؟ لا، حضرتك بقى مع الموكل بتاعك هتحضر، يعني ممكن تقعد معاه في مكتب حضرتك وتجيب الحكم التمهيدي وتقول له تعالى القضية بتاعتك الخبير هيطلب نمرة واحد كذا، عندك مستند بيه؟ هات لي المستند اللي يؤكد النقطة دي. لا، ما عنديش مستند، عندي شهود. جهز شهودك عشان يقولوا للخبير يساعدونا في إثبات النقطة دي. طيب، معلومة أنا مش عارفها، ما جيش يوم الخبير وقعد أسأله، مفروض أن أنا أركز وأعمل يعني مسودة أحدد فيها كل نقطة في الحكم التمهيدي والرد عليها من خلال وجود موكلة، لأن هو أدرى بهذه الأمور، بحيث لما حضرتك تروح عند الخبير، ويفضل يكون معاك الموكل بتاعك، يعني هو هيسأل في النقاط دي، حضرتك بتكون جاهز بالرد والدليل من خلال بحثك المسبق في مكتبك بشأن الحكم التمهيدي تفصيلا. فده نقطة مهمة جدا لازم يعني كلنا كمحامين نهتم بيها في شأن تحضير المناقشة أمام الخبير. ساعات يقول لك هات مثلا خريطة مساحية، هات حاجات دي، برضو لازم تبقى أنت منتبه بحيث تبقى جاهز لسرعة الفصل كمان في الدعوة أمام الخبر. بالإضافة إلى
ضرورة الاستعداد بمذكرة وافية في نهاية المناقشات وتقدمها للخبير عشان تبقى لميت فيها كل المسائل اللي عايز توصلها للخبير لإثبات دعواك. سؤال بقى أخير بشأن الخبير، لو أنه تعنت معك، أحيانا بنلاقي بعض الخبراء يتعنت ويعني بيبقى ما عندوش استعداد ان هو عنده سعة صدر في التعامل مع المسألة، إذا لا قدر الله لقيت ان الخبير يعني خرج عن الحدود المتعارف عليها في العمل في هذا الشأن، فيمكنك ان تثبت في محضر الجلسة بتاعه اللي هو بيكتبه وبيسجله بخط ايده في كل النقاط التي اختلفت معه فيها في شأن مباشرة المأمورية على الوجه الصحيح قانونا. طيب تعال بقى نختم الكلام ده بنظرة واقعية لأحوال الخبراء. حقيقة أنا سبق أن كتبت عن أحوال الخبراء دي في جريدة الأهرام بشأن بعض النقاط التي تحتاج إلى سرعة يعني تعديل وتغيير للأفضل في شأن مكاتب الخبر. ممكن بقى نلخص الأحوال اللي احنا محتاجين إنها تتطور في مكاتب الخبراء في الآتي. أول حاجة، أغلب الخطابات اللي بيبعتها الخبير للخصوم معظمها لا تصل. طبعا هو الخطأ مش عند الخبير، الخطأ بيجي من حاجتين، إما إنه بيبعت متأخر أو بيبعت بدري بس على المكتب الموظفين اللي في البتاع، الموظفين اللي في الإدارة الخاصة بالخبراء على ما بتبعت ويروح البريد والبريد يوصل، الكلام ده بيستغرق وقت، قد يصل الخطاب بعد الموعد اللي حدده الخبير وقد لا يصل. وطبعا خطابات اللي بتتبقى دي بتتكلف فلوس على الدولة، فأنا أتصور إنه لابد من إعادة النظر في طريقة الإعلان اللي بيتم عن طريق الخبر. هتقول لي إزاي؟ النهاردة بقينا بنتعامل عن طريق البريد الإلكتروني وعندنا كافة الوسائل التي يمكن أن تتم بها الإعلانات بعيدا عن الجواب اللي بتحط في ظرف ويروح البريد وساعي البريد ياخده ويروح يوديه البيوت. يعني إذا كان محكمة النقد يعني أرست مبدأ مهم أن الرسائل التي تتم بين الأشخاص عبر البريد الإلكتروني يعتد بها في الإثبات، فإحنا لسه النهاردة متمسكين بنظام إرسال الخطابات عن طريق البريد والبريد يتأخر وأحيانا العنوان تبقاش مظبوطة. طب ما إحنا لابد أن نفكر خارج الصندوق، تفكير خارج الصندوق، يعني لابد من إيجاد وسيلة للإعلان بعيدا عن هذه الطريقة العقيمة المعمول بها حاليا. كمان عايز أقول إن للأسف الشديد مع زيادة أعداد القضايا اللي بتروح الخبراء لم تعد مكاتب الخبراء كافية لاستيعاب هذا الكم من القضايا، فإحنا في حاجة إلى إضافة زي كده مع الفترة الأخيرة انتبهنا وأضيفت مكاتب جديدة في الشهر العقاري، لابد من إضافة مكاتب للخبراء عشان الأعداد الضخمة من القضايا والأماكن نفسها بقت ضيقة بدأت تضج بالناس اللي بتتردد عليها يعني. كمان طبعا دي حاجة أنا معرفش بقى إزاي يعني، لكن أنا شايف إن أعداد الخبراء محتاجين يزيدوا عن كده عشان يقدروا يشتغلوا المأموريات بشكل أوسع وأفسح لهم. وخلينا نتكلم بصراحة، يعني إضافة أعداد من الخبراء ده شيء مهم جدا لصالح العدالة ومنظومة العدالة وسرعة إنجاز القضايا. كمان يعني أنا متصور أن مكتب الخبراء يبقى عنده بعض الإمكانات الفنية والتقنية اللي بتساعده في أداء عمله. يعني مثلا لو قلنا له رصد نسبة التلوث، المفروض يبقى عنده ما يعني وسيلة أو آلة أو جهاز يحدد الحكاية دي، أو تحديد زي ما الأوضاع بيقولوا له حدد لي العمر الزمني للمبنى. طب هيحدده إزاي؟ ما هو لازم يبقى في حاجة آلية معينة فنية هي اللي تعمل، أو قياس نسبة الرطوبة في التربة. كل الكلام ده محتاج أن الخبراء يعني يتوافر لديهم هذه الأدوات الفنية والتقنية لمساعدتهم على إنجاز
مأموريتهم بالشكل الأمثل. كمان أنا أتصور إن القضية اللي بتروح خبير دي اللي بتقعد دلوقتي بالسنة والسنتين وإحنا لا نخفي الحقائق، يجب ألا تزيد مدة القضية في مكتب الخبراء عن 3 أشهر. يعني لازم نحط كده، إيه المانع إن يبقى فيه جدية في التعامل مع هذه المسألة؟ ده أحيانا القضية بتروح خبير وعلى ما تقعد في الخبراء سنة وتقعد ساعات أكتر من سنة عشان نتكلم بصراحة، وأنا عندي أدلة، بيكون أحد الخصوم مات أو أحد من الخصوم توفى، بتضطر عند الخبير يروح مرجعها للمحكمة والمحكمة تصحح شكل الدعوة ثم تعيد القضية مرة أخرى للخبير، وهكذا أحيانا بيموت 3-4 أثناء البحث في الخبراء. فده موضوع خطير، لازم المدة التي يستغرقها نظر الدعوة في الخبراء لا تزيد عن 3 أشهر حتى نصل إلى العدالة الناجزة. كمان في نقطة مهمة، وهي إن الخبير بيسجل أقوال الخصوم في الدعوة بإيده، يعني يفتح محضر كده ويبدأ يكتب ده يقول وده يقول ويسجل وكده، وما فيش معيار للتوقف، يعني ده لو سمعت عايز أرد وده قال له عايز أرد، موضوع مزعج جدا. طب حلو إيه؟ عايزين نوفر نماذج، أنا بسميها النماذج الذكية، اللي تبقى بتلم الموضوع بشكل ذكي، ثم يستقبل الخصوم من خلال السادة المحامين ما يريدون أن يوصلوه إلى الخبير من خلال المذكرات التي تقدم إلى الخبراء، حتى لا نفاجأ بأن تقرير الخبير في مناقشات طويلة جدا قد تخرج القضية من مضمونها من خلال اللغو والكلام الكثير الذي يثبت، وليس هناك معيار في تحديد متى أكتب ومتى أتوقف متى أثبت. هذا الكلام كله لابد من وضعه في إطار محدد. برضو من الأمور الخطيرة جدا بالنسبة للخبراء إن حضرتك الخبير اللي بيطلع معاينة ده، اعتدنا من سنوات طويلة أن نوفر للخبير وسيلة مواصلات لنقله، أمر خطير جدا. يعني الخبير مفروض أنا أجيب له عربية، مش القضية برضو مش في أن أنا أوفر له المواصلة، القضية في هيبة واحترام الخبراء يقتضي أن تكون وسيلة الانتقال من خلال وزارة العدل، الوزارة التي يتبعونها، وليس من خلال الخصوم. ده موضوع أنا شايفه مهم جدا حفاظا على هيبة مكاتب الخبراء. بالإضافة إلى هذا، فأن الخبير عندما يخرج لأداء المعاينة فأنه لا يتمتع بأي نوع من الحماية، سواء عن طريق الشرطة أو الشرطة أو أي وسيلة توفرها له الجهة التي يعمل معها لكي تحميه في أداء مأموريته حتى يرجع. ودي مسألة، لو تخيل النهاردة واحد بلطجي طلع خد من الخبير الورق اللي معاه، ماذا يفعل؟ موضوع خطير لابد من التعامل معه بمنتهى الأهمية والاهتمام. مش هتكلم بقى عن الأحوال الصحية أو الأحوال التأمينية أو الأحوال المعيشية للخبراء، هذا أمر يخرج عن نطاق موضوعنا، لكن في الآخر أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الاقتراحات وهذه الأفكار يعني حققت نوع من التعامل الجيد مع مسألة الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات للوصول إلى كسب القضية من خلال هذا الطريق الذي رسمه القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.